يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يحيى لله يا يلدي يحيى لله يحيى لدي جهز شوف اللعبة بدها صف حروف فكر دور جهز شوف اللعبة بدها صف حروف يحيى لله يحيى للي يحيى لله يحيى للي وتشيل السير من البير بدها تعلى بالتطير وتشيل السير من البير يحيى لله يحيى للي يحيى لله يحيى للي كسب القمح ونسي الشعير لا له خمير ولا له فطير كسب القمح ونسي الشعير يحيى لله يحيى للي يحيى لله يحيى للي يحيى لله يا لله يا لله يا لله يا لله يا لله يلا يلا اطلعوا حطوا الاغراض ورا يلا شرفي مدام اطلعي انا وشفيق بنطلع قدام هلا بلاه الوجع اطلعي يا بصير الناس ما قامت لك يلا ابو الشوش يلا خلصنا بقى شرف عود قدام انت ومرتك وجهها يلا يلا جاهزين يلا شرفي دايما بتاخر خد لحمه خد لحمه خد لحمه خد عنه اللحمه خد حطها تذكر اخر مره شفتك سند تذكر وقت آخر كلمة قلتها وما عادت شفتك ايش بك ايمان خفيها شوي بدك تضرب بلا غلاظة حشتك طيب خلي شوي للسلطة لك وين راح شفيق وين بيضلوا غاطت هاد راح هو ومرته شموا الهواء يعني هون ما في هواء ينشم اشتاقوا للتمشاية بالبساتين اي معهم حق اصلا نحن كتير قليلين المروة بالطلعات تعرفي ايمان لازم كل فترة وفترة نعمل لنا سيران لك سعود بدنا نشوي اللحمة شلون؟ هلا بس يجي شفيق هو بيبتلش فيها بلا ما تطلع ريحتك لحمة شفيق من امتى ما تمشينا هيك بين البساتين؟ ايه من لما كنا بالضيعة كنا ناخد هز ووادي ونتمشى على الهدى تنوصل على شجرة التي لا وانت تعدي تلملمي على الطريق الورد كلياته تعمليهم باقة ولما كنا نوصل كنت اقعد افرد هالزهور بيني وبينك ونفتح هز ووادي ونقعد نغني يا ترى بترجع هديك الايام الحلوه ليش بنا هلق اللهم صل على النبي عين الله علينا منطير العقل وشغلي هالنحس اللي راكبني شغلي اللي ما كان يزبط لا تقول هيك بيجي يوم بيزبط ربك كريم بتعرف شو مخبي لك يعني ماني منحوس ابدا ها لا عم هلق لك شو في بالارض
هيك ريحة مازوت زيت أبعرف. لحظة شوي. شبه؟ بدي أشوفه. لك لا لك بتلوت حالك قوم. لك علو أسمح فيها سماحة. لك نظيرة قبل ما نعمل أي شيء طلع هيك ولا هيك في شيء أثر دواليب تراكتور سيارة أي شيء؟ لا. هي ولك شو هي؟ ولك هي فرصة عمرنا. لك هلق بستعوقونا لك كيف صاروا دياتك قوم ويلي أنا. روي علي شوي روي علي شوي. لا فهمنا شو بك شو صرنا شو لك شفت رد علي رد علي شو تعمل شفتي شو شفت كيف بعبع البترول بابا لك شو صار لك جنيت جنيت واكتر لك بترول 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 ولك بترول لمن الناس ولا من الدولة؟ لك احتمال احتمال تكون نبزت هيك على وشنا نبزت؟ ولك انا بسمع انهم منزلوا بقرة شحي لتحت الارض تيلاقوا البترول ولك ايه؟ بس انهم بينزلوا لحتى يطلعوا البترول مو لحتى يلاقوه بس على حظنا نحنا نبزت قدامنا يعني طلعت لحالة هلا مثل بيهر مي نظيرة في بيهر مي بيحفروا لمترين بالارض بتنبز بتبقبق بقى بقى مي فوق وفي بيهر بيحفروا له 100 متر ما في فايده ايه تحت المرحوم برد حفروا 12 كيلو متر ما بقى شيء لهلا الناس بقت حلاقه شوفي حبيبتي هي ما دخلها بهي هذا بترول بترول لازم يكون مفقس تحته بحر بترول ونفط لك بحر ومنبس بوشنا هالنبعه لا 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 ما عم تفوتوا براسي نظيره لا تأخذيني انت لانك ما بتفهمي بهيك شغلات أنا مرة قريت بمجلة اختصاصية سعودية عن هذا الموضوع قال في بير بترول نبز تنبيز بالمكسيك شوفي حبيبتي أنت لو كان تفسير منام تبصير فنجان قهوة ما كان حدا غلبك إيه لا 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 هاي تخين كتير ها لولا أفكاري يا أستاذ مدري وين كنت هلق نصيرة لا تطوشيني خليني أعرف فكر ها فكر فكر تقبرني فكر أنت مو عاجبة ما أنت عم تفكري شو يعني يكون عنا بير بترول ولك مو لا يكون عنا بيت بالأول ولك لح يصير عنا قصور بنايات مو بس بيت لك هذا بترول يا نظيرة لك بترول لك بترول يعني 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 دولارات كفت ماركات فرنكات ينات كل أنواع العملة اللي ما بتنحل الصعبة يعني كلها هي صفقات مال من أوسع أبوابه قفلت الباب البراني بالمفتاح أنت قفي على الموضوع وخليني أفكر لحالي منيح لا والنبأ الأخير حدد وزراء خارجية الدول المصدرة للنفط في منظمة أوبك سعر البرميل من النفط الخام ب 25 دولار وهذا مؤشر لاستقرار أسعار النفط حاليا بعد أن تدنى سعر البرميل الواحد لأدنى حد له في العام الماضي إلى هنا وتنتهي هذه النشرة للأنباء شو صار معك؟ ما عجبني السعر سعر؟ سعر شو؟ سعر البرميل جماعة الأوبك حددوا سعر البرميل الواحد ب 25 دولار بس يعني افترضي هلأ بعنا بس 5 صهريج باليوم بمعدل كل صهريج 20 برميل 20 ضرب 5 ضرب 25 خرب بيتنا 2500 دولار بس باليوم شحر جمتوا لبيع وصرت تبيع ولك بكرة بدي أعمل البير وبدي بيع وبكرة بتشوفي وكيف بدك تحفر الأرض؟ بسناني بإيدي بالمنكوش بس ما بتركو والدولة؟ شو علاقة الدولة؟ الدولة إذا حبت تشتري من عندي نفط أهلا وسهلا سعرها بسعر غيرها مثل السوق ما حبت مع السلامة الله معها بدير ظهري وبيع للسوق مباشرة شوفي إذا اضطر الأمر وتمشكلت مع الدولة بجيب قوات دولية انترناشيونال يونايتد أي شيء بدك إياه بدفع حق الأسلحة بدفع أجار غارات على غيري بس هم يحموني ويحموا البير مو لعبة والأرض بكرة باخد شوية بلوك بعمرهم وبصور فيهم القرنة مطرح ما نبز البترول مشان ما حدا يقرب ايه لأن ورتك إياها المرحم توفيق نظيرة اسمعي لك خلينا نتفق على شغلة أنا وياكي تفضل شوفي هذا المشروع أكبر منك فلا تتداخلي فيه وما لك علاقة فيه ولا بتسألي عنه أبدا بلشو وإذا ظبط المشروع وصرت حضرتك بياع بترول وغنيت
وصارت الدولارات تهرهر منك هرهرة وعيونك يبزوا بزة برا، وين بدي روح أنا؟ أنا عيوني ببزوا بزة برا؟ وشو بيعرفني شو بتعمل إذا غنيت؟ مو هيك الرجال بس تفاجئتني بيعملها، وهذا بترول يعني من أول شحطة نار بتدفى. ولك خلص فهمي علي بقى. فهماني تقبرني فهماني ولو. يا محلاك يا محلاك وانت راجع على البيت وريحتك مازوت. يا رب. لك شو عم تسوي هون؟ لك عم بسألك رد علي شو عم تسوي؟ لا تغلط، نحن من المساحة عم نحط حجار علام. فهمان والله، هيك تنحط حجار العلام؟ اخي نحن عم نجمعهم بعدين بنوزعهم. هلا بتفهمني شو عم تساوي ولا بكومك فون؟ شو؟ انت بتكومنا على تركي على تقلك تركي على شفي؟ لحظة 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 شوي، لحظة خلينا نفهم لحظة. مين انت؟ لك هاي الارض ارضي شيء. ارضك انت؟ لا عم تمزح. الارض والملك لله يا رجال، هاتي بلوك هاتي. ترى بناولك مشي شغلي ها؟ امشي من هون احسن ما ابتلي فيك. انتبه لحكيك ها؟ انت عم تحكي بالسياسة وانا مورجيك. لك 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 مين حكى بالسياسة؟ بير جاي عيد سياسي. لك مجنون انت مجنون؟ روح من هون روح روح احسن ما تورط حالك ها؟ ايه لا هاي الحركات مو علي انا، اسمع ولا شوف ها؟ كسرت بلوكي؟ لك يا وي الشحار ولا بيك على بده يصير فيك؟ كسر عن جد؟ كسر عن جد؟ اموال الدولة هاي. قديش بدك حق هالكم متر الارض؟ طيب والحل؟ إذا أبدو يبيع وأبدو يخلي البلوكات، كيف بدنا نروح نحفر ونشتغل؟ ما بعرف، ما في طريقة، ما في طريقة، ما في غير نفهمه إنه عنا مشروع ومستعدين ننزلوا شريك بنسبة. لا عمي لا، شو شريك ما شريك؟ نحن كشفنا البترول، بكرة إذا نزل الشريك بدو يعمل راس معنا وبدو يصير يوقف لنا على كل خطوة بدنا نخطيها. أصلاً ما فينا على المشروع لوحدنا. بس ما كان هيك حكيك امبارح. إيه مزبوط، امبارح كنت أنا مبسوط بالاكتشاف، مشلوم فيه، مفكر حالي قده. يعني مالك قدو؟ لا والله مالي قدو. بتعرفي هذا المشروع بده فت خبز، بده فت عملي خير الله. ايش قد يعني؟ 75,000 بسيطة، بنتدين بالفايدة وبنرجع نوفيهن مازوت. يا نصيرة قبل ما نتصرف أي تصرف لازم نسأل حدا مختص بيفهم بالبترول. ايه روح شي كازية اسألي. بدي روح على كازية مشان اسألهم عن بير بترول؟ ايه شغلتي؟ شو شغلتهم؟ هدول شغلتهم يبيعوا بترول؟ مو شغلتهم يعرفوا كيف بيطلع. لك وين بدك تلاقي حدا عنده بير بترول؟ روح لعند ابو ظبي بلكي ما رد علينا. شوفي يا نظيره، ما في غير وسيله واحده، منروح بنسال شي موظف مختص بوزاره البترول، بنقول له كيف بيطلع بير البترول بدون ما نقول له انه عندنا بير بترول عن حق وحقيقي لحتى ما حدا يسبقنا عليه. معك حق والله، الموظفين بينخاف مني. لا لا بيخاف عليهم. مني؟ عليهم مني بس حسب المنصب. من شوي لحتى رجعوا انا كنت واقفه على الباب، يا دوب قالوا كلمة مرحبا وفاتوا بسرعة. شو؟ ولك ما انتبهتي مبارح لما كنا بالسيران كيف اختفوا عن الأنظار؟ لك ايه رجعوا ومخربطة أحوالهم. ولك لا، على شو بدهم يتغازلوا؟ على الجمال الفتان يعني؟ مثل ما عم قلك من ورا حركاتها أكيد أكيد في مشروع، أنا براهن على هالشي. طيب ماشي، بكرة منشوف. تحت أعمل القهوة لكن لأنه كتير 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 مشتاق أشرب القهوة معي. لك تسلميلي تقبري قلبي، شو دمك خفيف ومهضومة تقبري. بعدين ليش لحتى تعملي القهوة أنتي؟ أنا براسي بدي أعملها. أعوذ بالله من الحكي، معقولة أنا خليك تعملي قهوة وكل هالحكي الشهد والكيس ما يطلع منك؟ الحقينا. حبيبتي قولي لي ان شاء الله ما تعبتوا من الروح على الغوطه. والله ليش خطر لك السؤال يعني بالتحديد؟ لتكونوا انتوا تعبتوا؟ لا بالعكس، نحن ارتدت لنا الروح وفرحنا لكم كثير كثير من جوات قلبنا لانه رجعت لكم ايام الغزل، بس يعني خفت تكونوا تعبتوا من المشي بين الشجر. اعوذ بالله من الحكي، شو انبسطنا انا وشفيق وشو غنينا، يا الله دخيل رب ولا شفيق، انا كله غزل بغزل. صحيح جاي إيمان من وراكي تقبريني مو هيكي؟ إيمان؟ ليش عم تسألي عنا؟ لا مو من شان شيء، بس مشان حساب حسابة بالقهوة. ما بعرف إذا كان جاي ولا لا. <تصفيق>
قومي افتحي لها قومي. بدي افهم انتو التنتين ليش فيقصي معكم قصة الغوطة من اول ما فتو. خير ان شاء الله، لا تكونوا بتعرفوا شيء انا ابعرفه. نظيرة لا تفهمينا غلط، بالعكس كنا كتير مبسوطين فيك وبجوزك، كيف كنتوا متشنقلين وعم تتمشوا بين الشجر ورحتوا قعدتوا جنب البير. بير؟ اي بير؟ بير المي اللي كان بستان الزيتون. رحنا غسلنا دياتنا وكنا عطشانين كتير، رحنا شربنا مي. نظيرة ليش كل هالقد انعجقتي؟ كذابة، لك ما شفتيها كيف كانت عم بتلف وتدور كل ما قربنا على موضوع الشغل؟ ايه ان شاء الله الله يفتحها عليه ويشتغل. لك ما قلنا لا، بس ورا هالتخباية في مشروع مو بس شغل. لك وحتى لو كان في مشروع؟ لا 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 ما بصير، نحن جيران ولازم يخبرونا، او على القليلة يعني لازم ياخذوا برأينا. يو ليش نحن عم نتركهم لحالهم؟ كل ما لاقوا شغلة يشتغلوا وعم نركض وراهم. ليش مشاريعهم بالعقل؟ يا مشروع مصيبة يا كسيبة، واتنيناتهم بيلفتوا النظر وخرج الواحد يعرفهم. وهالمرة يا إيمان إذا ما كانوا واقعين بمشروع إله أول ما له آخر، تعي واجيني. شو صار معك؟ شوفي نظيرة، أنت شايفة مسلسل جي آر درس؟ إيه حضراني منه كم حلقة هيك، بس إذا كان قصدك النسوان بالمسلسل أبقى بديل بيه، خلاص انساه. لك مين عم يفكر بالنسوان؟ مين عم يفكر بالنسوان؟ لك هذا بترول، بترول شغلة كبيرة كتير يعني، اللي بيارة حظوظ صعيب تكلف ملايين، بس شو بتربح؟ إيش قد يعني؟ ما بعرف، عم بيقولوا لي اللي سمسروا على البترول صاروا فوق الريح، بقى كيف اللي عندهم بيار؟ معناتها إذا قفينا نحفر من سمسير. روحي جهزي حالك، بدنا نروح على بيرنا نطمن عليه ونحكي على الطريق. ماشي. لحظة، حطينا هيك شي شغلة للأكل نتغداها هونيك. يه لوين رايحين العشاء يا ما شاء الله؟ أكيد عجبون السيران ورايحين يكملوا غزال. إيمان أنا مو عاجبني الوضع منو منو. ولا أنا تجي للحاون؟ ايه قولي الله. يلا وين البلوكة؟ اخدهم. طيب معقولة ما انتبه للبترول؟ كبراني مو؟ لا بالله مثل ما هي، لا زغراني ولا كبراني. اكيد ملاقيين شي جرة فيها ذهب وجايبين كيس مشان يفضوا الذهبات فيه بدون ما حدا ينتبه. لك شو بكون انتو شو بكون؟ ما رح تفهموا بالزوع يعني؟ اهلا 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 ابو الغنم، كيفك؟ هلا كنا عم ندور عليه. هلا شفيق كان فاتح دياته هيك وما يدعي لربه ويقول الهي مولاي يبعتك يا صاحب الارض. شو بدكم خلصوني؟ اخي بدنا ناكل لقمه طيبه هيك بمعيتك، وين في قعده ظريفه عندك؟ قعده؟ ايه اذا مشان قعده وضيافه اهلا وسهلا فيكم، كل الارض على حسابكم، اما اذا الواحد بده يخرب شيء او يتصرف بالارض على كيفه فيا ويله. تفضل. ايش قد ما تعطيك هالارض؟ يعني مو اقل من 50,000 ليره بالسنه. وعلي ب 60,000 ورقه بالسنه وانت قاعد ما تلعب وتضحك يعني لا شغلي ولا عملي. ايه ناولونا. لا حبيبي، بالاول لازم تتركنا نستثمر الارض، بعدين بس يبدا الشغل بالمشروع بيبدا حسابك. يا حبيبي وشو ضمانتي؟ رح نكتب وراء بيننا وبينك، نحن بس بدنا منك هلا نرجع البلوكات نحوط كم متر ونعتبرهم حجر اساس. صدقتيني؟ العمى لك حتى السيران استغلوا بدهم ياسسوا لمشروع، بس شو هذا المشروع اللي بدهم يدفعوا للرجال مشانه 60,000؟ إيه نظيرة ما بتدفع 60,000 إلا إذا بدك تطالع من وراه مئات الألوف. شو؟ اتفقنا؟ قل مبروك وقوي قلبك، اللي بدك تشوفه عدياتنا بعمرك بحياتك ما كنت تحلم فيه، قل مبروك. مبروك. هاي الأرض مشي حالها، شو بقي؟ رأس المال. شغلة بالموضوع والشغلة بتكلف ملايين يعني نحن قافين عليها، مشان هيك انا رأيي الشخصي انه نشتغل بالسمسرة احسن ما نخسر كل شيء.
بدنا نأسس شركة مساهمة مغفلة مندخل فيها الجيران وما عرفنا تحت اسم شفيق للنفط. مو كيس. بتروليات شفيق. كمان مو كيس. شفيق للمحروقات. دم ثقيل. شفيق كو للبترول. قاسي وطويل. هاتي واحد قصير ولين. نزكا للبترول. والحل. ولك لقينا شي طريقة نعرف فيها شو المشروع. تسمعي رأيي؟ شو؟ تنشيها لنظيرة ما بتلاقيها إلا انغازت لوحدها وبقت البحصة. أوكي رح أخذ برأيك من هلأ لبكرة الصبح، بس إذا ما حكيت أنا اللي بدي أعرفه بطريقتي. ما رح تقولوا لنا شو هو المشروع؟ لسه لا يكتمل النصاب. أجوازنا منمون عليهم ما رح يجوا لآخر الليل. معتبرين أعضاء كمال ومسعود، ما صفي غير هذا الطالب اللي ساكن فوق هذا الحمصي، شو اسمه؟ وليد. سكار القط اجا ينط. يعطيك العافية. أهلا وسهلا يعطيك العافية. فضل فضل شرف. خير جار شوفي. يا أهلا يا أهلا يا أهلا يا أهلا يا أهلا يا أهلا 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 أهلا. فضل فضل جيراننا ما حدا غريب. خذ راحتك ارتاح ارتاح ارتاح. قل لي أنت شو دارس؟ سنة ثالثة تجارة واقتصاد قسم محاسبة. قسم محاسبة؟ إيه. شاطر. ولو جار. حمصي كل سنة بسنتة. برافو. الله بيحبك يا وليد. ليش؟ لأنك من مدينة ابن الوليد. الحمد لله. شوف أنت راح تدخل معنا شريك بمشروع بياخد العقل، شو رأيك؟ طبعا أنا موافق. إيش قد فيك تأمن مصاري؟ مدام مشروع شو مصاري؟ شو عم تحكوا أنت؟ ليك من أولها موافق ولا مو موافق؟ شايف كل شيء واقف قدامك كلياتي موافقة على عماها. مدام ما في شيء بالحياة اسمه على عماها، في واحد زائد واحد يساوي اثنين. نحن ما لنا عم نوافق على عماها، صرنا ساعة عم نسألكن شو المشروع وإذا ما عجبنا ما رح نوافق. لكن فيكن تنسحبوا من هلق لأنه نقاش كتير أبدا. لا حبيبتي لا، إذا بدنا ندفع مصاري لازم نتناقش بكل شيء. طيب طيب خلص خلص خلص، أنا رح أقلكن شو المشروع، بس بعد ما ندرسه مع بعض ونبدأ شغل ما عاد في نقاش أبدا. اتفقنا؟ اتفقنا. معناته روح وصال جيب لك كليير حلاوة الجبن تحلاية المشروع. ما حلوة منكم، أول مرة بندوس بصادكم. شلوني؟ شو؟ دريتن؟ شو؟ قال ما بيقدروا يسجلوا المشروع إذا ما جبنا لهم نحن دراسة ومخططات منوضح فيها ماهية المشروع اللي بتسويه الشركة تبعنا، كأنه مشروع زراعي ولا صناعي ولا تجاري ولا شو بعرفنا من الحكي؟ اوعى تكون حكيت شيء. شو شايفني أشدب قدامك لأحكي شيء؟ أنا رجل اقتصاد حديث كتومي، ما حي الله شيء. وما ضايفينا شيء شغلي. عزابة قاعد لحالي مالي قرايبين بالشام نوب، كل قرايبين بحمص، بعدين أمي الله يعينها قلت هي بإخواتي لك ما أنا فاضي تبعت لي حتى أطرميز مكدوس. ولك فهمنا فهمنا، غير لي هالأسطواني بقى، قرقتني ها، كسورة يا بيضة كسورة يا بيضة كسورة يا بيضة. لا تزيدي على قلبي، كل شغلة بتصرفيها علي بتخصميها من الأرباح. بالله. مو لحتى تدفع بالأول؟ يا أخي بعت لأهلي يبعتوا لي مصاري بس هلا ما أجوا. معنا لك. قال له أبوك يجي لهون يدفع ويشارك. عمي أبي ما بيحب يشارك حدي. هلأ صحيح هو تاجر وبيفهم بدورة رأس المال، بس يا أخي ما بيعرف في اقتصاد التجمعات الكبرى اللي نحن بدنا إياه. تعرف مالنا غير صهري جوز أختي كمان حمصي بس مغترب بالقامشلي. هذا الرجال عنده شيء 30-40 مليون وراء إذا الله ما كذبني، وما نعرفان شو بده يشغلهم خطيته. بقى إذا منقول له على هيك مشروع بلاقي فرصة عمره. قوم. وين؟ وين زيكني خيدة؟ أختي بالقامشلي. تتعشى عند اليوم وبكرة بتفطر أنت وياها بالشام بعدين بتجوا لهوني. طيب حطينا شا سندويشتين زوادي. روح وبرجع بالسلامي. لك دخيل الله، لك ريحة مازوت يا أيمان مازوت. لك مو بس ريحة مازوت وزيت كاس كمان. لكي كمان في ريحة بنزين، حفظته البنزين أنا. وشحم وشحم شميه. بدخيلك لك سواد سواد. بس بدي افهم بدي افهم شلون هدول يعني اكتشفوا هالشغله ونحن كنا معهم وما خبرونا؟ لا بس بعدين خبرونا. خبرونا لانهم محتاجين لمصاري، لو كان معهم مصاري ما كانوا خبرونا. ما صار شيء، ما بندفع لهم مصاري، بعدين نحن بنقدر نعمل المشروع لوحدنا. برافو عليكي ايمان، وهذا اللي بده يصير. اصلا الارض كلها مو لهم. اي ارض؟
انت صاحب الارض ما هيك؟ اي نعم، شو بتريدوا؟ بدك تشارك شفيق بالمشروع؟ ليش انتو بتعرفونا شفيق؟ ايه نحن جيرانه، عرفنا انه هو دافع لك 60,000 بس بالسنة، اما نحن مستعدين ندفع لك 70,000 وتشاركنا وما تخليه يفوت على الارض. لك شو طلع كنز بالارض يعني؟ فهموني شو القصة؟ شايف لك الامور عم تتعقد، لهلأ ما حدا دفع ولا قرش؟ بسيطة، لا تتضايق انت، استاذنا باول الطريق. شو اول الطريق نظيرة؟ احسبي يا انت، هلأ كل يوم عم بيروح من وشنا عم بيطير معه كذا برميل بترول، يعني ضربيهم $25 قليلة هاي. بالله هو من جهة قليلي مانو قليلي؟ طبعا، لانه لازم نلحق نجيب لنا كم ولد بترولي. اه شو يعني بترولي؟ نظيرة انت مو سمعاني انه ولد خلق وبتمه معلقة ذهب؟ أيوة، يعني قصدك إنه ولاد شفيق ونظيرة بدين يخلقها وبتمن معلقة بترول؟ من تمك لبها بالسماء يا رب. لك معلقة بترول، معلقة مازوت، معلقة زيت كاز، معلقة ذهب أسود، معلقة عز يا نظيرة، عز يا نظيرة، عز حلمي يا نظيرة، حلمي يا نظيرة، حلمك صار هيا، حلمي لك، حلمي يا الله يا شفيق، صرت كيف تحركت بهالبيت مش مريحة مازوت؟ وأنا هيك شامي نظيرة هاي ريحة أحلامنا. طيب ايش بدنا نشم ريحة الدولارات؟ بدنا نبيع فيهن المازوتات، بس ريحة حلوة 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 بتطير العقل، بحبها كل البيت. ما أحلى الريحة وما أحلى الريحة وما أحلى الريحة. هاي ريحة القازان نايفين ومعبى حمام مازوت. ما ترى لها الريحة، ما ترى لها بدلوب العرب للعرب لكل أمة العرب، يا بناخد منه حقنا الكامل، يا بنشعلوا لهب يا بنشعلوا لهب. وين الحلوين كانوا غايبين؟ كان عنا مشوار. والشغل؟ أنا شغل؟ بده يكون قصد الشركة، بده يكون لسه ما وصلها اعتذارنا، بده يكون هلأ وصلها، بده يكون إجا حد ضغط، بده يكون جلدكم ما يحككم، الآليات بعد يومين رح يبلشوا حفر، يعني أبقى في أسهم نبيعكم، يعني خلاص باي باي طلعتوا برا. لك يا حبيبتي بير البترول إذا بدك تفوتي عليه بده تنكسر رجليك يكسر، لأنه نحن بدنا نستثمره وغنام صاحب الأرض بده يشاركنا إلنا. شو عرفكم فيه؟ مو شغلك. شفيق ما حكوا شيء، أما شو عرضوا علي 70,000 ليرة بالسنة، ليرة تنطح ليرة، ولما شافوني يبست راسي رفعوها 100,000 مرة واحدة. اوعك ها قدو جماعة نصابين نصابين، دير بالك لازم تاخد حذرك منهم. زيدي اخذ حذري منك ومنهم وما حوافي على شيء الا اذا عرفت شو المشروع. لك لا يا رجل، والمبروك اللي قلناها واتفقنا عليها. سيدي قال مبروك، قال هاي ارضي وانا حرفيه. وينك؟ انا بس يخلص المشروع اللي ببالي لها عمر لك هون فيلا غير شكل سيراميك. سيدي تعمر لي قصر يلدز ما رح وافي على شيء الا اذا عرفت شو المشروع. سرك كبير كبير. غميق ولا فايش؟ انت شو بدك؟ بدي اياه غميق وله ريحه. غميق وله ريحه حال. انا هم بدي افتح كازيه. كازيه بارض ما فيها سير. حيصير سير وغير سير، يمكن ساي مطغرات هون. لا تستقل فيني، اوتوسترادات حيصير هون، حنفتح مطاعم، استراحات، اوتيلات، منتجعات. لكن الناس اذا اجت تسير ما حتنقطع، حتى البسكليتات حتعبي من عندك مازوت. عندك شي غيره؟ واللي بيلاقي لك طريقة يطلع لك فيها بأرضك بترول. بترول؟ بترول أخي أنت ما بدك، أنا حطلع بأرض تانية خاطرك. لك وقف وقف تعال إلا غيرت كتير شغلت لي بالي. طلع لي روحي لتفهمت معه. رايحين لعنده. رايحين. طيب عشان فهمته على 1,000,000 ليرة بالسنة بده. لا وبده فيلا بمكان هو بيحدده،
وكل سنه بده يطلع هو وعيلته يصيف يا بامريكا يا باوروبا حسب ما بيجي على باله. نعم نعم، غنام يطلع يصيف برا ونزاكا بترول قاعده هون. ايه قال ليش اسمه عنده بترول بارضه اذا ما بده يطلع يصيف؟ يعني وافقت؟ اي وافقت، بس شو انا حاسبها موفيه لا تقلقي. لك كيف موفيه يا نظيره؟ البترول مشي بلاد بحاله، ما بدك يعمر له فيلا ولا قصر ولا خليه ستي يصيف هون ولا هون بكل انحاء الكره الارضيه، كمان يبعزع مصاري من حقه ينبسط. شفيق انت صاير مو طبيعي، ها صاير ما تفلش ايدك هيك وهيك وتضيع الثروه، بعدين شو ضمانتك انه يبقى حكيه؟ كتبت عقد شراكه لا نكوث فيه باذن الله تعالى، وبصمته ووقعته ومضيته عليه. يعني نحن كمان بيطلع لنا فيلل وقصور وسياحه وسفر. لك ليك شو عم تحكي؟ على شو كنا عم نتقاتل لكان؟ على الرمل؟ خلص نظيره، دائما انت فكري وخططي لقدام، انت صرتي مدام نظيره نفطيه. يعني ما زبط حدا معك؟ طيب اسمعي لقلك، شوفي اختك قرايبيني، انت ما عم تعرفي تشتغلي، طمعيهم قولي لهم بدكم تصيروا اغنيا. ولك ايه؟ بكره لحتى يشموا ريحة البترول بدهم يركضوا ركض ويساهموا. يمكن اجا كمان بعدين بحكي معك، اوكي يلا باي. اهلين ما تاخرت. ولك قليلي شو قصة البترول؟ شفت افكاري فوت لقلها. لا لا هلا قليلي. مشاركة حدا لا، بكره منلاقي لنا مستثمر يعطينا كذا مليون ومنبيعه البير. اسمع لك كمولي، شو رأيك نحن اللي نستثمره؟ ما بنقدر له، أصبح نعمل شركة. شو إني أشطر منها؟ ولا إلا خلي المستثمر اللي بدك تجيبه يعطينا إلنا مصاري ونحن منشتغل. هذا المشروع كبير بيكلف كذا مليون، إذا خلتنا الدولة نشتغل كمان. بالله وليش لحتى ما تخلينا؟ بترول وتحت الأرض ونحنا لقينا. هلأ أنت طلعي منا ومالك علاقة. شو؟ أي لا حبيبي لا، شو اطلع برات الموضوع؟ هذا المشروع مشروعي أنا. لا تعملي لي مشاكل، أنا استلمت الموضوع وخلص. إيه لا هيك سميرة بدها تزعلوا بس شفيق ونظيرة ينفلقوا يزعلوا. ليش مين سألان عنهم زعلوا ولا ما زعلوا؟ طولي بالك بكرة بس حتى يصير لنا كلمة بالسوق نخليهم يرقدوا ورانا ركض، بس أما يروح المشروع لإيدهم يفشروا بنص عينهم. لك ليش اللوحة مسطوطة على الرصيف معلقة بدل لوحة جديدة لمسعود؟ شو؟ لوحة مين؟ مسعود؟ والله قصف عمره هو برضه. نظيرة طولي بالك، ما يمكن نتصرف، لازم نتحلى بأخلاق بترولية. قل لي لشوف، شو صار معه هذا رأيك؟ قام عصهرت. يا سيدي قال هو موافق يشترك، بس ما فيه يدفع أكثر من مليون ورقة. مليون؟ ماشي هات لشوف. ما نم معي، ما عنده شرط مقت. شو هو؟ قال بده يطلع يصيف هو واخته واولاد اخته واهله وبيت حماه كل سنه باوروبا حساب الشركه بدون ما يخصموا من ارباحه ولا هالقد. سبحان الله، كله لما نسمع كلمه بترول صار بده يطلع يصيف، ونحن بدنا نصيف كمان. انتو بتطلعوا على حمص، في عنا فرع لبنك سويسرا سري كلاتنا بنعرفه، بتحطوا مصرياتكم عنده وبيبعتكم تصيفوا بسويسرا ببلاش. لا ما في مصاري بتتجمد، كل المصاري بتنزل على الشغل. بزمت انك اقتصادي حديث، بس نطلعت على حمص بدي اعمل لك اجتماع سري ما حد رح يدرى فيه غيرنا. مع مين؟ مع اداره المصفاي مشان يكرروا بترول الشركه تبعنا.
روحي ضيفينا شي شغلي، أم بعيدي وساكن لوحدك وكل قرايبينك بحمص، مع أنك حمصة غريبة هي ومشتهي أكل ستات البيوت، بس وينك؟ تستاهل على خبرية هالمليون، بس مو هلاق بعد ما نغير اللوحة عليه. اتركني اسمعوا لي يا نصيرة، إذا مفكرة حالك أنت وجوزك بدكم تهلموا على المشروع وتطلعونا برا بتكونوا غلطانين كثير، نحن رح نسحق كل مين بوقف له، اشتفهانة ولا إيه؟ لك هلا عيونك حكك إن شاء الله صار يطلع لك صوت، أنت مرتك ولا؟ لا تخافي مدام ما رح يطلع له شيء طول ما أنا معكم. ليش أنت معنا ولا معكم؟ أصعد أصعد أنت عم تتعدى ها؟ انتبه لكلامك منيح، أي تعدي على بترول المكتب القومي يعتبر تعدي على كل شيء اسمه وطني بترولي قومي. هلا لا تقعد تبيض علينا بالسياسة، شوفوا لا انا بمسح فيك الارض انت ومرتك اذا بدكم تصلبطوا على مشروعنا. ما حدا بيطلع البترول غيرنا واعلى ما بخلكم الكلام. خلص خلص خلص، ما عاد في مجال، اعلنا الحرب. خلص حضروا حالكم تسلحوا منيح، اعتبروها حرب الخليج الثالثة. ابي لك انتبه انت وياه يا جماعة، فولوا بالكم لا تخنقوا لا تخنقوا. اسمعوا انا عندي اقتراح اقتصادي مهم، اقتراح اقتصادي. لا بده يصير الدم للركب، ما راح اترك البترول. اذا بدي انفط المنطقة كلها نفط ما راح اترك النفط. ولك لا انت ولا هو لكم علاقة بالبير، هذا البترول انه بس. ولا اسمعوا منيح انت وياهم، كل نقطة بترول بتروحوا مقابلة تنك الدم. وقفوا لك وقفوا لك وقفوا، عملكم وقفوا، جاي تقتلوا على أرضي روحوا تقتلوا بغير أرضي. حدد مين بدك تشارك على البترول. حدد أخي، ما بدي شارك حدا، ما بدي شارك حدا، هاي الأرض أرضي وهذا البترول أنا بدي طلعه. يا جماعة اسمعوني، عندي رأي اقتصادي مهم مهم كتير. يا جماعة عندي اقتراح اقتصادي مهم. عرب ما في لا غالب ولا مغلوب، خلونا نفوز بالتفوق احسن لنا. لك شو هالاطراف اللي ما بتستعجلها الامم المتحدين؟ لك سمعونا مالو الأمان، حطي لي مصدر.
جمدة بجمدة إذا ما بتوقف على جبل فلسطين الدولية الجويات. كل الحق عليك انت اسكت يا حبيبي. على فكره هون فسرتك لا اول مره انت وياه. سمعونا اذا بدكم تضلوا هيك بكره بروح المشروع عليكم. شكرا يا جماعه بكره الدور العظمى بتسمع بالبيرد بيجي بحط ايده علي وبيروح عليكم الشغل وعلى صاحب الارض كمان. شو تفضلت حبيبي؟ ليش لحتى تروح علي؟ انا هيك هيك كسبان ارضي. لك حبيبة الدول العظمى بتعطيك من الجمل ادنو، إذا بدك تعند وتيبس راسك بيعملوا لك تبك وبيحلقوا لك من الأرض كلياتها. بس هون بتضل شريك طول العمر، كل سنة بتجيب سيارة موديل سنتا وبازيناتك ببلاش، ويمكن تجيب هليكوبتر كمان. بالله إنك فهمان يا اقتصادي؟ بعجبك مدام. أخي أنا ما بشاركن. ليش نحن بنشاركك؟ احكي عن حالك أنت، أنا بشارك إذا استلمت مدير الشركة. بس هاي الشركة ما حدا بيستلم ادارتها وانا حي يرزق. يا اخي هلا اسسوا الشركه بعدين بتزبطوا المراكز على كيفكم. سجل اسمي لك كان. انا مدير الشركه الي النص بالنص وبدي سياره موديل سنتا بنزينها ببلاش والشرط الاولاني كلكم بتعرفوا. بس خلص انا شفيق اعلن عن تأسيس شركة بترول مساهمة مغفلة تحت اسم شين كاف ميم شكم، ولك كل عضو فيها رح يكون سيارة بنت سنتة وبنزينة بلاش. لا إذا اسمي ما بده ينزل اسمنا نحن ثلاثة كمان لازم ينزل، ومختصرنا نون اي سين يعني ناس نظيرة وإيمان وسميرة. بلاها عليك نظيرة. بس يعني شو صار اسم الشركة هيك؟ شو بصير اسم الشركة؟ ناس شكم مرتب. لا شكم الناس. برافو. ما بيعطوا قرض بالضمانات. طيب البير نفسه ما عندهم هيك شيء، بعدين ما حدا اشترى اسهم. مرحبا. ليه؟ ما في غير هاد اللي انا جبته، اخذ خمس اسهم بس. دول ما بيعملوا شيء. مرحبا. أهلين، شو صار معاه؟ لزوم التسجيل الأولية للشركة لحتى يصير لها اسم ورقم وسجل بتكلفنا شغلة 50,000 ورقة بس. حبيبي قديش؟ شو بك مستغرب أنت وياه؟ حميد ربك الموظف كان بده 200,000 ورقة زبطناها ب 50,000 ورقة. المهم يكون بعلمكم المبلغ بكرة بده يندفع من الصندوق أكيد. شو هالحكي؟ إيه بس المصاري الموجودين بالصندوق محتاجينه للحفارة. ما بدفع ولا قرش من الصندوق قبل ما تسجل الشركة. نعم أخي، اعتبر هلأ أنه في واحد مليونير سمع بهذا البير وجاب حفارات وآليات وحطهم بالبير وبلش شغل وحفر وناولوا لغنام مليون ورقة مشان يسكتوا فيهم. بتقدر تعمل شيء؟ بس إذا كنا مسجلين الشركة بالدولة وبلشنا شغل ما حد بيقدر يتعدى على ممتلكاتنا منوب. كلام مقنع، شو رأيكم؟ أنا موافق. معك حق. ولما منسجل الشركة منقدر على أساسها ناخد ترخيص لتوزيع الزيوت والمحروقات. منقوم نحن شو منساوي؟ مناخد من الدولة ومنعطي للغازيات، من الدولة للغازيات لحتى نصير ننتج نحن. وبعلم الاقتصاد الحديث هذا الكلام شو اسمه؟ أحمد. لا سليم سليم. لك يا أخي لا، هذا الحكي اسمه تدعيم رأس المال قبل عملية الإنتاج، وكمان بصير لنا اسم بالسوق. شو بنا؟ طيب قديش هلأ معك بالصندوق؟ أبو 100,000 ورقة ما بساوي شيء. عظيم. وهلأ هي هدول حق خمس أسهم بعناهن. أنا بعتهم. ما سعود باعهم. هلأ بتاخدهم بتسجل الشركة وبتطلع الترخيص. لا عمي، الترخيص تبع التسويق لحاله بكلف 25,000 ورقة. بس ما مشكلة، بصحري جاي من طالعونها. هات المصريات أقول لك. شفوقتي، لما نصير نفطيين ونصير نبيع بترول بتخليني سافر لبرا مشان جيب تياب؟ شو؟ شفيق؟ شفيق؟ تحكي معي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وين شارد؟ شوفي يا نظيرة، أنا ما بدي خوفك، بس جوزك عم يتعرض لمحاولات اغتيال.
شو؟ مثل ما عمل لك، وأنا جاي من منطقة البير، في سيارة لحقتني، استقصدتني، هجمت علي، ما تمكنت أعرف مين جواتها، بس تمكنت شوف ملامح أسلحة، لو ما الله لطف، وهربت بآخر لحظة ورا سيارة كانت واقفة. وليش بدهم يغتالوك؟ بيظهر في مرشح عم ينافسني على انتخابات الأوبك. شوفي يا نظيرة، هذا البترول عالم أسرار ومافيات وعصابات، لازم نتعلم عليها من هلأ. أبقى بدي البير وسكتيني عمرو البترول، عندي إياك بالدنيا أنا. خلاص خلاص، ولا يهمك، أنا ما رح أتراجع شو من كان يقول. لو اضطريت جيب كل أسلحة العالم لمنطقة بيري. معقول تكون سميرة وإيمان وجوازين استأجروا عصابة حتى يغتالوك؟ والله لا تستبعد الشيء، نحن بخطر دائم، المهم ناخذ حذرنا. أبقى في طلعة بالبيت إلا أشياء أجراك. هلا أنت بدك تحميني؟ إيه أنا، وإذا بدك يعني إحميك أقل شيء بتستأجر حراس وبتحط قولبة تحت البناية والمصاري بتاخدها من الصندوق، لكن مدير شركة على الفاضي؟ مو هيك نصيرة، شوفي أنا عم فكر بطريقة تانية، منجيب خبراء أجانب منخليهم هن يسوون للبير، بعدين بحاسبهم بس يطلع البترول. شوفي بهالطريقة منخلص من كمال ومسعود ونسوانهم، ومنخلص كمان من هذا الطالب السئيل وليد، منزيحهم نهائيا من الشركة. بعدين لا تنسي هدول الأجانب غير رح يجوا ويجيبوا معهم معدات غير شكل، بادي جاردات، حراس شخصيين، يعني أسلحة. بالله أنا فكرة كيسة كتير، بس كيف بدك تضمن إني نيجو؟ لك معقول يشموا ريحة بترول وما يجوا؟ ما راح يغيروا عادتهم، هذا غير إنه هني راح يساعدونا بالسياسي. لا لا عمي استر على عرضك، ما لنا علاقة بالسياسي، نحن بترول وبس. يا حبيبتي يا نظيرة، نحن ما راح نتدخل بالسياسي، قصدي بركي بيدبرولنا إياها وبيعملوا حظر بيع بترول على كل شي في دول عندها بترول لحتى نشد نحن بالسوق. انت ما تسمعي بالاخبار انه في حظر بترول على هالدوله وهالدوله وهالدوله؟ كمان لا، احسبها معي انت، اذا معي سلاح وعندي كل هالقدره اللي ما تحكي عنها، معناتها بزيحونا النا وبيحطوا ايدن على البير وبطلع انا وانت فافوش. معك حق يا نظيره، بس كمان هدول كمال ومسعود لازم شيلهم من طريقي. افينا نغتالين ونصير بامان؟ لا لا، ما في داعي للتصفيه الجسديه نهائيا، بعدين هيعيشوا اللي عايشينه حتى نعتبرهم بين الاحياء يا نظيره. بس طولي بالك علي، إلا ما أتغدى فيهم قبل ما يتعشوا فيه. يا على مين؟ علي أنا؟ استني بس لتمشي الشركة ويطلع البترول، ساعتها لا شفيق ولا أبو شفيق بيقدر يوقف قدام مني، حتى صاحب الأرض بدي اضطره بطريقتي الخاصة وعوفه الأرض والبترول. هيك عجبتني يا حبيبي عمري أنت، وأنا ساكتة ورح يطق قلبي وتفقع مرارتي، ماني خايفة إلا شفيق يصير الكل بالكل. يعني أنا إذا بدي أعطف عليه ممكن بعد ما يطلع البترول خليه يوزع مازوت على الطنبور. على كل حال خلي لي هالمواضيع الهامة إلي، أنا رح مدد إجازتي إلى ما شاء الله، وبس يطلع البترول رح أقدم استقالتي. تعرف كمولي؟ منروح شهر على إسبانيا، لك إيه؟ نعوض شهر العسل اللي راح علينا يعني. وليش شو اسبانيا؟ كتير 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 جاي عبالي شوف كيف بيصاروا الثيران. شوفوا يا جماعة، من أولها على المناصب أو بالمناصب ما حدا مؤهل غيري لإدارة الشركة، طبعا هذا الشيء لمصلحة الشركة مو لمصلحتي أنا أطلاقا. لازم تكون شركتنا متزعمة كل شيء في منظمات عم تنتج بترول بالعالم، بدءا من الكازيات وانتهاءا بحاملات النفط. مرحبا. اهلا وسهلا، تفضل. السلام عليكم. اهلا اهلا اهلا. ان شاء الله بعطوني، بس تاخرت على الاجتماع. لا لا ما تاخرت، الاجتماع لسه باوله. نطلب من معطوني اجازه. براتب ولا بلا راتب؟ بلا راتب وطويله. يعني مثلي مثلك، تحضير لاستقاله بتروليه. وين اشعارات البنك؟ بعد ما حطيت المصريات بالبنك مريت على السوق اشتريت طاولة وخزنة صغيرة وكمبيوتر، الاشعارات حطيتهم بالخزنة ودخلتهم على الكمبيوتر على ملف المصروفات. ومن وين دفعت حقهم؟ قطعتهم من المصريات قبل ما حطهم بالبنك. يا حبيبي، ومين اعطاك الموافقة؟ شبك هدول رأس مال ثابت للشركة،
طالما راس مال وراس مال، شنو المكاتب نقعد عليها؟ ذكائك فطري ولا مكتسب؟ مو لاصير في مقر شركه بالاول؟ كل واحد مقره ببيته. انا يا جماعه بدي اجره روحتي وجيتي على الاجتماع من الغوطه لهون وبالعكس، يعني بمعدل 500 ليره عن كل اجتماع. بالله شو؟ واحد مشتري كمبيوتر وخزني وطاوله، والثاني بده اجره روحه وجاي، يعني المصريات بح طاروا. يا مدام هي بسموها بدل تنقلات. انا سالت عنها وقالوا لي هيك، هيك اسمها علميا. ما هيك اقتصاد؟ بالله شو غنام افندي، لكن نحن ليش عم نحط من جيبتنا رايحين جايين؟ لا تصرف ولا على بالك، في بدل اطعام كمان، معلومك انا عزابي وبشتري اكل جاهز، ما حدا عم يضيفنا شيء. هو لا اقتصادي؟ بدل اطعام وبدل مواصلات؟ مو ناقص تقول الا بدل سكن كمان، شو بدك تخرب بيتنا؟ لك ليش بده؟ ما خربه وخلص. ليش لا اخرب بيتكم؟ اللي بده يعمل جمال بيعلي باب داره، يا بتعملوا شركة على اصوله يا اما روحوا انتم ما خرجكم شغل. انا بالعمي رح يطق منه. ها لك مصرياتنا معه بالصندوق، لا يروح يشتري فيهم اغراض. شفيق ادارته فاشله، لازم يستقيل من منصبه ويستلم واحد منا. طبعا هذا نتيجه الاداره الفاشله. انا ما عندي مانع استلم نهائيا، ها ترى ومن هاللحظه ممكن باشر باستلام مهماتي. شو صار بتسجيل الشركه اللي حكيت لنا عنه؟ ليش مين قال لك ما سجلت قلبي؟ طيب وين الوراق؟ فاتت لعند الوزير وبكره بتطلع. شو الوزير ماله لا شغلي ولا عمي غير شركتكم؟ خلصنا يا بل عليك مصدق، بل عليك مصدق، اقطع عمرك اقطع عمرك. اصلا انا بتزاول منك من اول هالاجتماع. شوفوا لا شوفوا كلكم، من هاللحظه انا بستلم الشركه وبدي مارس صلاحياتي من هاللحظه بالذات. بلا شو وليش لحتى حضرتك تستلمها؟ انا اللي بدي اصير مديره الشركه وباسوء الظروف كمان، فهموا من لا مدام لا لا بعد اذنك، يعني اسمحوا لي، الاستاذ شفيق هو المخول انه يستلم اداره الشركه لانه هو المؤسس الاول. لك جوزي مدير من لما ولدت امه وراح يبقى طول عمره مدير. حاسك حبيبتي حيطق لك عرق كبير عليك ومن جوزك فلقتينا. خلصوني كلكم اطلعوا من هون او بتعطوني مليون ليره وفخاري كسر بعضه. تكرم وانتو ارفعوا الاعلام البيض احسن ما كونكم هون. انتو اسمعوا مني، حافظوا على حياتكم واستسلموا احسنكم. ولك لا تقوي صوتك ابن عمي، هلا بينزل لك فتاه. خلص الفشل، خلصت الذخيره والقنابي. يعني ما عاد في معنا طلقات؟ لا فشك ولا وتك. خايف خايف يغلبونا، ما عاد ضل معنا ذخيره. تجي الحاجرون؟ نحجران؟ بالله نحجران؟ هلا بالحجار بدك تدافع عن بير بترول؟ انسطري افساتر انسطري. قلت لك خلينا نعمل عليهم انزال مظله، ما قبلت. ما عاد في مجال يا نظيره غير الاشتباك بالسلاح الابيض. اه مو عامل حسابي، ليش ما قلت لي بالبيت؟ خلص حضري حالك، دبريها اي شوكه اي معلقه اي سكين اي شيء. منو هاد؟ انت وياه شو عم تعمل هون بارضي؟ اهلين ابو احمد. شو في لغنام؟ ما في شيء يا ابو احمد، كنت عم حاول بعدهم عن ارضك. طيب انت مصاحب الارض بدك تصيف على حسابنا؟ والله لا خرب بيتك. شو القصه؟ بدنا نحفروا بارض كبير بترول. ولك سعد ولك ولك بترول؟ هلا انت صاحب الارض؟ وشو عرفكم انه هون في بترول؟ انا اكتشفت الشق في هي انه فيها بترول بارضك. انتم مجانين ولا عم تسطلوها؟ ليش بقى؟ اسمع لي اقول لك، انا مستعده اشاركك بالبترول. وانا كمان وقلك مليونين سلف. لا نحن اكتشفنا البترول وصار من حقنا، ويا ويل ويله فيكم بتقرب عليه. ولك اي بير؟ هذا برميل زيت. برميل زيت؟ ايه كنت جايبه على التراكتور لما تور المي، قلب مني وانسفح. أنا قديش مرق على راسي مساطيل، بس مثل هيك مساطيل لم ترى قط عيني. ومو بس هيك، كاتب كمان. أنا بتشكركم كتير على المصاري والخزنة والكمبيوتر وعلى كرم الضيافة، وإذا اعتزتوني بشي مشروع تاني رقبتي سدادة وكل بترول وانتو بخير. لك يا ويل شحار ولا بقية، يعني ضحك علينا هالسمك. بابي بترول راحوا المصاري يا ايمن، لك راحوا
شو عمل فيك بمشاريعك؟ ولك انا هالمره الحق علي اللي سداتك، لا مو بس سداتك، سدات مرتي هالجنبه، وهذا الاجدب كمان، وانا اجدب كمان. لا تكون اجدب، لا والله مظبوط، معك حق، انا اجدب اللي صدقتك ورديت عليك، انك حدا يصدق كلام مرته، انا الاجدب. لك اخي لا مرتك ولا مرته. البترول هو اللي لعب بعقلنا وكان راح يروحنا، بس كلكم وهذا وليد الخنزيركم. لحظه، عندي فكرة، منرجع فيها مصريات العالم ومنكسب فوقن كمان. شو هي؟ منشتري برميل مازوت يكون هيك كبير شوي، ومنتلقه بشي أرض، ومنبيع هالأرض على أساس فيها بير بترو. مزدد. يا عليم يا رزاق يا كريم، يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يحيى لله يا يلدي، يحيى لله يا يلدي. وتشيل السير من البير، بدها تعلى بدها تطير وتشيل السير من البير، يحيى لله لله يحيى للي، يحيى لله لله يحيى للي. كسب القمح ونسي الشعير، لا له خمير ولا له فطير، كسب القمح ونسي الشعير، يحيى لله لله يحيى للي، يحيى لله لله يحيى للي، يحيى لله يا لله يا لله يا لله يا لله.